أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم رائد الأعمال المميز الأستاذ عصام سعدي من مركز نيو إميج. أهلا أستاذ عصام. أهلا وسهلا فيك. بداية مرحب فيك من برنامج رواد الأعمال من قناة ABC، ومتمنى منك في البداية تعرفنا وتعرف المشاهدين مزيد عن الأستاذ عصام وكيف كانت بدايات الأستاذ عصام. يا أهلا وسهلا فيك. أنا عصام سعدي، استشاري تركيب الشعر في مركز نيو إميج بدبي للرجال والنساء. نحن بادين هنا من 2009. أستاذ عصام، ممكن تخبرنا ما هي أنواع الشعر اللي بتركبوها بالمركز وما هي المراحل لتركيب الشعر؟ نحن بنستخدم شعر طبيعي 100%. الشعر اللي بنركبه نحن بنستخدم كاتيجوري A، لأنه في شعر طبيعي بس ممكن يكون كاتيجوري 1 و 2 و 3، فممكن يكون في شعر سلكي ناعم كثير طبيعي وحلو، وفي شعر شوي بس نستخدمه ممكن ينشف ويعقد وما يبين أنه طبيعي. فنحن بمركزنا بنحاول قد ما فينا نستخدم اللي هو فيرجن هير، اللي بيكون شعر طبيعي 100%، مش مصبوغ ولا معمول له أي تريتمنت، فجاي يعني بيكون رو هير، بينصبغ، بيتفتح لونه، بيتغمق لونه، بينغسل، بيعمل له سشوار، فينا نستخدم عليه واكس جل، اي شيء كأنه شعرك الطبيعي 100%. استاذ عصام، من خلال المنافسه الشديده في مجالكم، كيف تميزتوا ونجحتوا في ظل هالمنافسه؟ بصراحه نحن عندنا الامانه والصدق وعندنا الورنتي على الشعر اللي بنركبه، فاحنا كل حدا بيجي لعنا، يعني اي زبون بيجي لعنا، نحن بنضمن له الشعر اللي هذا عم اللي بيركبه يكون يبان بشكل طبيعي 100%، يتحمم فيه، يستخدم عليه اي شيء كانه شعره بالضبط 100%. فممكن يستخدم يعني يتسبح فيه كل يوم، يستخدم عليه سشوار، يحط عليه جل او واكس او اي مستحضرات تجميل بدون اي عائق يعني. ولو صار في اي خلل نحن بكون بيرجع لعنا، عنا كفاله على الشعر، كفاله من عنا ومن المصنع نفسه. استاذ عصام، ممكن حاليا بالفتره الحاليه في جهل كبير في معرفه تركيب الشعر، وفي ناس عندها تخوف انه بيقول لك ممكن يعمل حساسيه يضر فروه الراس، شو بتخبر المشاهدين عن الموضوع؟ تمام. هلا بالنسبه للمخاوف الناس من تركيب الشعر، تركيب الشعر ما فيه اي مخاوف لانه ما في ولا اي سايد افكت، باي وقت انت فيك تشيل الشعر يعني كانه ما صار شيء، لا في عمليه جراحيه ولا في اي اثار جانبيه بالمره بتكون، لانه هذا الشعر بيكون يعني بيركب خارجي، بيركب بلاصق وجلو طبي، فما بيأثر ولا بيعمل اي مشاكل او اي حساسيه على جلده الراس. حتى لو صار اي شيء فنحن يعني نعطيه برودكتس يروح مثلا الاحمرار او الحساسيه او اي شيء بيصير. هلا هذا الشعر مزروع على شبك، الشبك بيكون من الياف طبيعيه، بيدخل له المي والهواء والشمس، كل شيء بيدخل لجلده الراس. بس اي حدا ركب شعر بيحمم شعر بيتسبح، فالمي بتوصل لكامل جلده الراس، فعلشان هيك احنا بنعطيه انستراكشن كيف كمان يغسل وينظف، فما بيعمل اي مشاكل ابدا. استاذ عصام، انت كرائد اعمال عندك خبره طويله في اداره العمل الخاص بك على طول السنوات السابقه، شو بتنصح الناس الجديده اللي حابه تبدا عملها الخاص داخل دوله الامارات؟ بصراحه بلد دوله الامارات هي بلد يعني فيه امن وامان وبلد قانون، ف يعني هو بيدعم دائما الاشخاص المصالح يعني المتوسطه او الصغيره، المشاريع المتوسطه والصغيره. فبنصح اي حدا يستثمر يعني فلوسه بالامارات اذا عرف يعني اذا كان عنده الخبره الكافيه وعرف ينقي الموقع المناسب، فبنصح اي حد يستثمر يعني بالامارات. أستاذ عصام، بالنهاية ما هي الرسالة اللي بتحب توجهها لدولة الإمارات ولحكومة دبي على دعمها وعلى الأمن والأمان اللي بتوفره؟ والله أنا بحب أشكر دولة الإمارات وبعتبرها يعني بلدي الثاني. أنا صار لي أكثر من 20 سنة قاعد هون، بصراحة بحياتي ما واجهت أي مشكلة أو أي تفرقة يعني بين الشخص المواطن أو الشخص الوافد، وبمشي بالبلد كأنه بصراحة كأنه بلدي، وما بلاقي اي شيء يعني انه في عنصريه او تفرقه بالمره.
بالنهاية ممكن تخبر جميع المشاهدين اللي بيتابعوك حاليا كيف بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع المركز؟ نحن مركز النيو إيمج بإمارة دبي بمنطقة عود ميتا بناية السفينة الطابق الثاني 205. لأي حد بحب يتوصل معنا عندنا أرقام التلفونات موجودة عن طريق الواتساب، عن طريق الإيميل، عن طريق الويب سايت، عندنا بوكينج أونلاين، فحتى لو أي حد حابب يعمل استشارة عنا أو سيرفيس أو أي شيء، فعندنا الاستشارة بتكون مجانية 100%. بنحاول نعطي الشخص الحلول اللي يعني المناسبة له لكل شخص، وهو بيختار يعني بيكمل معنا أو لا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.